بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث قصص لأناس رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكن الثلاثة سجن وكل واحد له نظام. ما كان ما بين السجن 15 عام وما بين الإعجاب. القصة الأولى أغرب القصص هنا، قصة سجن 200 عالم من حفاظ القرآن الكريم، ولكنه بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونشوف ايه اللي حصل في الحاجة الغريبة دي. أعجب قصة هتسمعوها في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، وحط مكانكم مكان العالم اللي كلفوه ان هو يكلم النبي وياخد منه موعد واجابه باطلاق سراح الناس. يعني قالوا له احنا هنخليك تكلم النبي الليله والصبح هنفوت عليك نقول لك انت عملت ايه. ده عمليه صعبه جدا، اختبار قاسي جدا. شوفوا الحلقه. فيه امير اسمه زيادة الله بن الأغلب. زيادة الله بن الأغلب قبض على 200 عالم من حفاظ وقراء القرآن الكريم وحطهم في السجن. ففيه راجل طيب من الناس اللي هم مقربين إليه، يعني من الشيوخ المقربين، بس هم الناس اللي هم يعني الفقهاء اللي ما دخلوش السجن، بيبقى ربنا عامل بصيره لبعض الناس كده، عاملهم اذكياء. قال لك فلان الفلاني اللي هو يعني دايما كده ام الامير بتحبه، يعني بتحب تستشيره في اراء وبتتبرك، بتقول الشيخ ده مبروك. فالشيخ ده هو دايما يدخل بيت الامير، وام الامير بتحب هذا الشيخ وتساله في امور الدين. فطبعا احنا نعمل ايه؟ نقول له يكلم ام الامير وام الامير تكلم الامير، عشان اخواننا ال 200 واحد اللي مسجونين دول. القصه دي غريبه جدا، خلي بالكم، اغرب قصه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما راحوا لهذا الشيخ الطيب اسمه أبي يونس، قال لهم أنا لا أعرف لا أمير ولا أم الأمير. رجل كان شجاع أوي، لا لي علاقة لا بأم الأمير ولا بالأمير، وما كنت محتاج حاجة لا أسأل لا الأمير ولا أم الأمير. فأنا لا عايز لا وزير ولا زير، أنا بسأل الله عز وجل وبتقرب إليه بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين هتعمل إيه؟ قال لهم أنا هسأل الله في هذه الليلة، هصلي صلى على النبي وأسأل ربنا. قالوا له احنا هنفوت عليك الصبح نشوف رب صلى الله عليه وسلم رد عليك وقال لك ايه في المساله دي. حاجه صعبه جدا، هيعمل ايه ويدعو ويقول ايه؟ بينادي على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي واقف امامه. الناس ديت ما فيش في دماغها ان النبي مات، النبي حي وبيننا وبيسمعنا وله خصوصيه عند الله عن الانبياء كلهم. شوف بيقول ايه؟ يا أحمد، يا محمد، يا أبا القاسم، يا خاتم النبيين، يا سيد المرسلين، يا من جعله الله رحمة للعالمين، قوم من أمتك أتوني يسألوني في قوم صالحين أن يطلقوا، فقد سألتك فاسأل الله فيهم. يا سلام، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه واقف أمامه.
فلما صلى حزبه ورقد نام، مر به النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا أبا يونس، قد سألت الله فيهم. يا سلام على الوصال. أصحابه يقولوا له: ارفع مسألة العلماء اللي في السجن إلى الله ورسوله، وإحنا هنجي لك الصبح علشان ليلة الجمعة والدعاء فيها مجاب، وإنت بالذات قريب من الله ورسوله، فهنيجي الصبح نشوف إنت عملت إيه في المسألة. يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أحمد، يا محمد، يا أبا القاسم، الناس جولي، الناس أتوني يسألوني في مسألة إطلاق الناس دول من السجن، أعمل إيه؟ أقول لهم إيه؟ أرد عليهم أقول لهم إيه يا رسول الله؟ يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيله ساعة ما جينا وقال له: قد سألت الله فيهم، وغدا يطلقون إن شاء الله. قال ابن تمام: فلما أصبحنا قلنا له: يا سيدنا، ما كان من الحال؟ فقال: قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال لي: غدا يطلقون إن شاء الله. قالوا: سألت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي سأل الله والنبي قال لي هم هيطلقون، يعني يخرجوا من السجن النهارده الجمعة. فلما كان يوم الجمعة دخلوا على زيادة الله ابن الأغلب صاحب الجيش، يعني كان زي ما تقول هو يعني ايه وزير الدفاع مثلا. العلماء دخلوا على احنا عملنا ايه؟ من نفسهم كده. فسلموا عليه، رجع لهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأمير. قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحب بهم وقال: يا أهل العلم والقرآن، لعنة الله على ابن الصانع الذي وجهكم إلي، قد تركتكم كرامة لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر! الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم راح له أمره قال له: يا زياد يا ابن الأغلب، طلع العلماء من السجن. شفت هو بقول له إيه؟ قال له: أطلقتهم كرامة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنتوا أنتم بتحبوا النبي؟ أنا عايز القناة يكون فيها كم مليون واحد. أنتوا نايمين، ما أنتوا صعبانين عليكم تنصروا النبي ليه؟ ادعموا قناة الاستشفاء بالصلاة على النبي، ربنا يكبر خاطركم في الدنيا والآخرة. وكل اللي في أي دولة أجنبية يبعت للمراكز الإسلامية. استمتعتم بالحلقة خلاص؟ شفتوا اليقين الكامل إزاي؟ شفت الناس واصلة لربنا إزاي؟ شفت الناس اللي بتحب النبي وبتكلمه بالليل ويرد عليهم في نفس الليله؟ طب هنشوف القصه التانيه بقى صعب. قصه مين؟ شاب الظلم وتم سجنه في ايام الخليفه المهدي العباسي. يبقى اللي احنا كنا بنقوله ده كلهم ايه؟ في عهد الخلفاء. ايه اللي حصل؟ اما السجن ظلم، بقول قعدت اصلي على النبي وانا عندي يقين وحزين، فالنبي جاله في المنام صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ اسمعوا قصه بس لما تعجبكم قصه تكون في نيتكم تجوا 10 من اصدقائهم وتعلقوا، والتعليقات مختلفه حتى لا تضر القناه. استمتعوا بالقصه. هذا الرجل كان مظلوم وتم سجنه في عهد المهدي. تعرف ان خليفة المهدي، ولكن المهدي انتبه يوم في ليلة من الليالي فزعا
وقال له صاحب الشرطة تعالى، في واحد في السجن اسمه العلوي حسيني ينت، روح خيره لإما يقيم معانا مكرم لإما يرجع إلى أهله بما يطيب له، يعني هنحمله هجاه. أنت عايز تعيش معانا ونكرمك وتجيب أسرتك وتعيش معانا، ولا نحملك هدايا أو نحملك هدايا وتذهب إلى أهلك؟ السجان بقول له بالله عليك يا أخي أستحلفك بل بالذي فرج عنك كربتك الله أن تقل لي ما هو السر الذي دعا أمير المؤمنين أن يطلق سراحك من هذا السجن. قال له أنا كنت نائم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أي بني ظلموك، يعني ظلموك يا بني؟ قلت نعم يا رسول الله. قال قم فصل ركعتين وقل بعدهما يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاس العظام بعد الموت صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب يا أرحم الراحمين. السجان أخذ هذا الشخص من السجن وذهب به إلى الإمام المهدي. قال له إنه يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذا. قال صدق، فإني رأيت عبدا زنجيا واقفا أمام رأسي بعمود من حديد وقال لي أطلقه وإلا قتلت. فانتبهت من نومي فخشيت أن أنام مرة ثانية فيقتلني. أظن دلوقتي القصة عجبتكم، فرحتم، اتبسطتم، هتحرموا غيركم؟ انتوا عايزين تحرموا غيركم من انضمام لقناة الشفاء بالصلاة على النبي؟ ينفع؟ لو قضيتكم النبي والله لا تشوفوه على طول، وما تسألوش بقى صيغة ايه ونصلي ازاي ونصلي كام، دي كلام الناس المرضى، كلام الناس المرضى المعلولة اللي عندهم امراض مزمنة. اصلي ازاي؟ صيغة ايه؟ ازاي؟ فين؟ كام؟ امتى؟ اعمل لي يا اخي. شوف الناس دول، انت شفت القصص الناس دول؟ شفت الراجل؟ شفت الراجل لما كلم النبي بالليل الناس جم قالوا هنفوت عليكم الصبح نشوفك عملت ايه، والنبي يجي له بقى وخلاص هو هيخرج يوم الجمعه، وخرجوا يوم الجمعه 200 عالم 200، مش واحد بس طلع مدن. نشوف قصه ثالثه، الملك الصالح ايوب اللي كان حاكم هنا في المنصوره في بلد مدينه المنصوره، واللي مات هنا، اتولد هنا ومات هنا، وكان مسجون في الاردن في محافظة اسمها الكرك لمشاكل بينه وبين أهله اللي هم الأيوبيين. تعالوا نشوف واحد صالح توقف بالصلاة على النبي طول الليل وقال جال خاطر كده إن أنا هكلم النبي الليلة والنبي هيجي يبشرني والملك الصالح يخرج، وقد كان. اسمعوا القصة، أسيبكم عشان ما أطولش عليكم وما أحرقش حاجة، اسمعوا القصة للنهاية. وأي فيديو خدوا عهد بينكم وبين ربنا كده، انتوا سامعيني؟ خد عهد من الان الان ان اي فيديو لسمير الحفناوي يشاف كله،
يكون في نيتكم ان انتوا تدعموا القناه، عشان نفسي انطلق من الاستوديو واصور تصوير خارجي. ربنا يقبل خطيبكم وينصركم. شوفوا الحلقه كامله وشوفوا القصه الكامله. الملك الصالح كان سجن في الكرك او الكرك، ودي محافظه في الاردن. فيه واحد عالم رجل صالح رباني واسمه ابو محمد عبد الرحمن المدني شيخ صالح، بقول انا الهمني يا ربي ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليله، وان اتقرب الى الله بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وان ادعو للملك الصالح ان يخرجه الله من السجن. وانا بيتي كان على شاطئ الاسكندريه في منطقه اسمها الجزيره، فذهبت الى قبه الشيخ المغاور وصليت ركعات قيام الليل يعني، وتشفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم في الملك الصالح، ثم نمت نام فرأيت العساكر قد اجتمعت حلقة وبينهم شخص، كلما أراد أن يخرج هذا الشخص الذي في وسط الحلقة أو الدائرة منعوه. فبينما أنا كذلك إذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل نحوهم ومعه عمودان من النور يتصلان بالسماء، فجاء إليهم فتفرقوا. تبهت فلم يكن إلا أيام قلائل فبلغنا خروج الملك الصالح من السجن ومجيئه إلى مصر. يبقى قبل ما يجي مصر وقبل حملة لويس التاسع كان في مسجون في الكرك في الأردن، وكل اللي في أي دولة أجنبية يبعت للمراكز الإسلامية. الحمد لله وصلنا للنهاية عشان ما نطولش عليكم. أو انتهت الحلقة التي فيها ثلاث قصص، وجمعنا القصص اللي هي متشابهة. احنا عندنا منهج علمي بنتبع خطوات المنهج العلمي في البحث حتى في القناة، يعني حتى الناس اللي هم متعلمين في الدراسات العليا وفي البحث العلمي يفهمون. في طريقة اسمها الجشتارت. الجشتارت مدرسة في علم النفس بتجمع القوالب المتشابهة مع بعضها ليسهل دراسة الترابط بينها، ودي كانت مدرسة أجنبية وطلع منها قانون اسمه الاستبصار اللي احنا عندنا بنقول ايه في القرآن البصيرة. فأنا بجمع الحاجات، الناس اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض في رؤية مع بعض وكانوا مسجونين، دي رؤية كله للمساجين. يبقى احنا كده قلنا ثلاثة، وقبل كده اثنين يبقوا ايه خمسة، وعندنا حلقة فيها اثنين هتيجي بعد كده ان شاء الله في يوم تاني. ارجو ان انتوا تشاركوا الفيديوهات، ارجو من الناس اللي في الدول الأجنبية تشوف الفيديو للنهاية على اساس تدعم القناه، والقناه تتقدم والقناه تنهض. اسال الله العلي العظيم رب العرش الكريم ان من ينصر قناه الاستشفاء بالصلاه على النبي، ويدعو اصدقائه ويتابعهم حتى يشتركوا، ولا يدعو الاموات ولكن يدعو الاحياء، الاحياء الذين يشاركوه، والاموات الذين في القناه ولا يتفاعلون. اسال الله العلي العظيم ان يدخله الجنه من غير حساب ولا سابقه عذاب، وان لا يكتب له ديوانا ولا ينصب له ميزانا، وان يكون مع من كانت الجنه ماواه ولا يحرم من مقام رؤيه رسول الله، وان يحقق الله طلباتهم في الدنيا، وان يرزقهم. وانا سوف ادعو وامنه على الدعاء. اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزل
وإن كان رزقنا في الأرض فاخرج، وإن كان رزقنا بعيدا فقرب، وإن كان رزقنا قريبا فيسر، وإن كان رزقنا قليلا فكثر، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه، وارزقنا ما تقينا به فتنة الدنيا. اللهم احشرنا مع من كانت الجنة مأواه، ولا تحرمنا من مقام ورؤية رسول الله. اللهم لا تكتب لنا ديوانا، ولا تنصب لنا ميزانا، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. نعبر الصراط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن قلت فيهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، بحق من قلت فيهم يا الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعل لنا ودا، اللهم اجعل لنا ودا، اللهم اجعل لنا ودا، واللهم حقق رجاء كل من دعاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.